نبقى دائما بجماعة الشبيكة وبمهرجانها السنوية، حيث تم تنظيم مسابقة للرماية والتي لاقت استحسان المشاركين وكذا الحاضرين. عمر ميار وعبد الرحيم حجي معهم التفاصيل. رياضة الرماية هي الأخرى كانت حاضرة ضمن فعالية مهرجان الشبيكة في نسخته الثامنة. 12 مشاركا يمثلون أندية تيزنيت غليميم وطنطان كانوا على موعد مع المنافسة لرماية أكثر عدد من الصحون الطائرة. رياضة تتطلب التركيز والدقة، وعلى امتداد يوم من المنافسات أكد من خلالها المزاولون لهذه الرياضة حضورهم بشكل ملفت، والذين وزعوا على مجموعتين لتقتصر المنافسة بين أبطال هذه اللعبة، ليتمكن البطل حسن الطالبي من نادي غليميم من حسم المرتبة الأولى حاصلا على 19 نقطة، تاركا الوصافة والمرتبة الثانية لكل من عبد الله بنخيلة وشوقي فريد تباعا من نادي طنطان، وتتويج الأبطال في حفل ختام المهرجان. دوري المرحوم ديالو بركة هو كل عام كيدار، كيحضروا له جميع لي تيرور من المملكة، من أكادير ومن مراكش ومن كازا، كيكون ديما جوائز فيه هنا، وكيكون مرة كل مرة في العام في بالنسبة للموسم. الجديد أنه اللي كيعرف الدورة هذه مشاركة ديال أسماء جديدة في الرياضة ديال الرمي التيرو بلاتو، اللي كيتسمى التيرو بلاتو، وجمعية النخبة أنها دأبت على هذه السنوات بموازاه مع التنظيم كما قلت لك على ديال تنظيم مهرجان الشبيكه، كان نظموا بموازاه الدوري ديال المرحوم. هما الجمعيات اللي احنا فيها هي تابعه للجامعه الوطنيه، الجامعه الملكيه للفن الرمايه، ولكن هاد التظاهرات كنديروها مستقله، الناس تحت اللواء ديال الجامعه، ولكن هاد الاسمو كنديروها بوحدنا، وهنا كيتعلموا الناس، حتى هما ملي كيكونوا الناس كيشوفوا الناس اللي كيضربوا مزيان كيستدعيهم. كنطلعوا كنلعبوا حتى حنا في طنجه، كنلعبوا معنا الناس ديال الداخل وداكشي، وكاين الجوائز كتعطى، وكاين الناس اللي كتكلاس نيتو كتمشي حتى للادوار الاولمبيه والالعاب الاولمبيه. من جماعة الشبيكة نشد الرحال صوب مدينة الدار البيضاء، والمشاركة القارية لفريق الوداد البيضاوي في كأس الاتحاد الإفريقي، حيث تقلصت حظوظ وداد الأمة في تحقيق المرور إلى